إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء قبل الشروع في الدرس، أشكر الإخوة المشاركين والمشاركات في القناة، وأدعو المتابعين إلى الاشتراك في القناة والإعجاب بهذه التسجيلات حتى تصل إلى أكبر قدر من المستفيدين. إذن درسنا اليوم كما تلاحظون في العنوان وهو أفعال الشروع. باختصار، أفعال الشروع هي كاد وكرب وأوشك. هذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع الأول وتنصب الثانية. يشترط في خبر كاد وأوشك وكرب أن يكون جملة فعلية فعلها فعل مضارع. بالنسبة لكاد وأوشك فإن خبرها لا يشترط أن يكون مقترنا بأن، ولكن بالنسبة لأوشك فإن خبرها الذي يكون جملة فعلية فعلها مضارع يجب أن يكون مقترنا بأن، سواء في الماضي أوشك أو يوشك. إذن مع التفاصيل، إذن لاحظ هذه الأمثلة: كادت الشمس تغيب، كرب الماء يجمد، أوشك الفجر أن يبصغ، يوشك اللاعب أن يسجل. إذن الملاحظات، إذن هذه الأفعال تعمل عمل كان، فالشمس هي اسم كان، والماء اسم كرب، والفجر اسم أوشك، واللاعب اسم يوشك. بينما الجملة تغيب ويجمد، الجمل هذه ويبزغ ويسجل، هي جمل في محل رفع خبر كاد. إذن هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، مثل تغيب ويجمد ويبزغ ويسجل. الملاحظة الثالثة أن خبر أوشك مقترن بأن المصدرية. لاحظ، أوشك الفجر أن يبزغ، إذن يبزغ فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، ويوشك اللاعب أن يسجل سواء في الماضي أو في المضارع، إذن مقترنة بأن وجوبا، لذلك هذه الأفعال جاءت منصوبة. بينما في كاد وكرب هذه الأفعال جاءت مرفوعة لأنها لم تقترن بأن المصدرية الناصبة. إذن القاعدة الثالثة أو الملاحظة الثالثة أن خبر أوشك يجب أن يقترن بأن المصدرية. الملاحظة بينما هو مجرد منها في كاد وكرب. إذن القاعدة: كاد وكرب وأوشك تعمل عمل كان، وخبرها جملة فعلية فعلها مضارع مقترن بأن مع أوشك، ومجرد منها مع كاد وكرب. إذن كان هذا هو التسجيل، ومع إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.